بعد كل هذه الأسابيع الطويلة والتهديدات المتبادلة والوعيد والخطابات إن كان and its statement that my brother Ammar delivered few minutes ago. الإسرائيلية. قيادتكم إلى مركز الأمن. حضرة الرئيس، نتوجه بالشكر لكم ولبلدكم الصديق غيانا لقيادتكم إلى مركز الأمن. ونشكر الجزائر على كل ما بذلته من جهد. وعلى كلمتها التي ألقاها أخي عمار منذ دقائق قليلة. نشكر الجزائر لطرح مشروعي القرار باسم المجموعة العربية، المشروع الذي صوت عليه منذ قليل والمعني به الوضع الخطير الذي لا يزال الفلسطينيون يواجهونه في قطاع غزة مع استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية حربها للإبادة الجماعية. نتوجه بالشكر كذلك لأعضاء المجلس 13 الذين صوتوا تأييدا للمشروع، ونشكركم على تواصلكم المكثف مع المجموعة العربية بقيادة الأخ سفير الجزائر على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية في التفاوض بنية حسنة سعيا لإنقاذ أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة وعدم السماح للكارثة المحلقة فوق رؤوسنا في أن تسبب كارثة أعمق في قطاع غزة. لكم منا جزيل الشكر على هذا الجهد وعلى موقفكم الثابت المبدئي وعلى عزمكم وإقراركم بضرورة المطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذه الآن لإنقاذ الأرواح وإنقاذ قطاع غزة وإنقاذ 1.5 مليون فلسطيني في رفح في غزة. عرض هذا المشروع على المجلس تحديدا بسبب إمعان إسرائيل في اعتدائها، إمعانها مع كل خرق جسيم ترتكبه رغم الدعوات شبه الإجماعية من المجتمع الدولي لوقف لإطلاق النار ورغم التدابير التحفظية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل للتوقف عن كل أعمال الإبادة الجماعية والتحريض على الإبادة الجماعية ولضمان وصول المساعدة الإنسانية للفلسطينيين الذين يواجهون يوميا الموت والدمار وعذاب التجويع والتهجير القسري المتكرر. آخر مرة خطبت فيها المجلس كانت منذ 3 أسابيع تقريبا بعد إصدار أمر المحكمة القاضي باتخاذ إجراء لضمان تنفيذ التدابير التحفظية وضمان وقف إطلاق النار يحمي الشعب الفلسطيني ويقي من تدمير حياتهم أكثر بسبب الاعتداء الإسرائيلي. ولكن أسفا بدائاتنا لم تجد أذانا صاغية. فيما بين في الفترة بين الجلسة الأخيرة للمجلس التي عقدت في 31 يناير حتى يومنا هذا زاد عدد الضحايا من 26,000 فلسطيني قتلوا على يد قوى الاحتلال الإسرائيلية لما يقرب الآن من زهاء 30,000 مع إصابة أكثر من 69,000. يعني هذا أنه في الأيام 20 الماضية فقط قتلت إسرائيل ما يربع على 4,000 فلسطيني آخر نساء وأطفال ورجال في 20 يوما فقط. هذه من الآثار المؤسفة الناتجة عن التقاعس. هذا يعني أن أكثر من 200 فلسطيني يقتلون يوميا، وهذا يعني أنه مع نهاية جلسة المجلس هذه
سيكون أكثر من 25 فلسطيني آخر قد قتلوا، وهذا يعني مقتل المزيد من الأطفال أو إصابتهم أو بتر أعضاء من أجسادهم أو تيتمهم، سيعني هذا أن أطفالا أكثر سيموتون من الجوع والمرض. هذا يعني استمرار التهديد بالتهجير القسري للأسر والخطر المحدق بالطرد الجماعي، وأسوأ من هذا ذبح ما يقرب من 1.5 مليون نسمة في رفح لا مكان لهم يأوون إليه ولا حماية على الإطلاق. ويعني هذا استمرار حرمان كل سكان غزة من الغذاء والماء والدواء والمأوى الضروريات التي تخفف المعاناة وتكفل بقاءهم على قيد الحياة. هذا يعني أن الأرواح التي كان يمكن أن تنقذ يضحى بها في حرب إسرائيل للإبادة الجماعية بشكل متعمد بفضل من يعارضون الوقف لإطلاق النار. كلنا يعلم هذا الأمر، نعلم الأرقام المروعة، سمعنا إنذار الأمين العام ورؤساء كل وكالات الأمم المتحدة العاملة على الأرض وعشرات المقررين الخاصين المستقلين ووكالات حقوق الإنسان والوكالات الإنسانية في كل أنحاء العالم. شاهدنا هذا بأم أعيننا في صور ومقاطع فيديو توغلت في وجداننا الجمعي وشكلت وصمة عليه وفطرت قلوبنا ومزقت إنسانيتنا. في وجه انتهاك إسرائيل الفج للأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، أرسلت المحكمة تحذيرا آخر في 16 فبراير تذكر فيه إسرائيل أنها ملزمة بالامتثال الكامل لما عليها من التزامات بموجب اتفاقية الإبادة الجمعية وكل التدابير التحفظية التي أمرت بها المحكمة في قرارها الصادر في 26 يناير. ولابد تعين على المحكمة أن تذكر إسرائيل بأن التزاماتها فورية ولا بد أن يمتثل لها فورا. كان ينبغي الموافقة على الدعوة لوقف إطلاق النار منذ وقت طويل. من عتب الواجب تجاوزها ليطالب هذا المجلس في نهاية المطاف بوقف إطلاق النار؟ ما الأخطر من جريمة الإبادة الجماعية؟ عمار said is going to judge the council. سيحكم التاريخ على المجلس حكما شرسا كما قال أخي عمار. فالمجلس يقود من مصداقيته في أعين الناس في كل أنحاء العالم، ربما بشكل لا رجعة فيه، ولكن لن نتهاون ولن نتواطأ مع هذا التقاعس. واجبنا تجاه شعبنا هو أن نبحث عن كل سبيل ممكن لإنهاء هذا العدوان وإنهاء للتروما والترويع وإنهاء للتهديد بطردهم من أرضهم. لن نصمت وسنعمل بكل مستغلين كل السبل المشروعة التزاما بواجباتنا بالدفاع عن أهلنا وحمايتهم والمطالبة بالعدالة لهم. ولهذا عدنا لمجلس الأمن مرارا وتكرارا مطالبين بالعمل لحماية شعبنا، ولهذا لن نتوانى في السعي للمحاسبة. ودعوة المجلس ومجلس الأمن وكل الدول على العمل اتساقا مع الميثاق وامتثالا لكل الالتزامات بموجب القانون الدولي بعيدا عن الانتقائية ودون استثناء. لن نتوقف عن المطالبة بالمحاسبة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل
بحق الشعب الفلسطيني، ولكن المحاسبة ينبغي أن تتجاوز مجرد كلمات تتردد في هذه القاعات. لابد أن تترتب آثار حقيقية وخيمة على القوى القائمة بالاحتلال نتيجة هذا السلوك الإجرامي. وإدراكا لهذه الغاية، عدت لتوي من لاهاي حيث وقفت دولة فلسطين أمام محكمة العدل الدولية تناشد المحكمة أن تحق العدالة بعد ما يقرب من 75 عاما من النكبة و56 عاما من احتلال وحشي و17 عاما من الحصار وما يقرب من 140 يوما من حصار عقابي انتقامي ومجازر ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي تسمى جميعا إبادة جماعية. ما الجريمة التي لم ترتكبها إسرائيل بعد؟ توجهنا للمحكمة ومعنا عدد غير مسبوق من الدول لمواجهة إفلات إسرائيل من العقاب، الأمر الذي جعل حياة الفلسطينيين جحيما معاشا، مطالبين بالإنهاء الفوري والكامل لهذا الاحتلال الاستعماري ونظام الفصل العنصري السبب الجذري لكل الأسقام والعلل التي يعانيها ناسنا بما في ذلك أثناء هذه الحرب الإبادة الجماعية. نهضت المحكمة بواجباتها الجليلة إذ عملت بسرعة استجابة للدعوة التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل احتكاما اتفاقية الإبادة الجماعية، وأيضا استجابة لمطلب الجمعية العامة بفتوى استشارية، الأمر الذي نود أن يمثل نقطة تحول حقيقية في السعي لإحلال المسألة وتحقيق العدالة لشعب فلسطين. متى سينهض هذا المجلس بواجباته الجليلة؟ متى سيعمل المجلس للمطالبة بوقف إطلاق النار الذي طالب به باقي المجتمع الدولي لأشهر الآن؟ حق النقد هذا على مشروع القرار ليس مؤسفا فقط بعد أسابيع من المشاورات مع كل عضو من أعضاء المجلس وبعد صبر مديد من دولة فلسطين والدول العربية وتقريبا المجتمع الدولي قاطبة الذي على مدار أشهر طالب بوقف إطلاق النار. إنه سلوك أرعن وخطير إذ يوفر لإسرائيل الحماية مرة أخرى مع ارتكابها لأفظع الجرائم، مع تعريض حيوات الملايين من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لفظائعها. ألا لا ينبغي لإسرائيل أن تكون هي المحمية بحق النقد هذا، بل الأطفال الفلسطينيون والنساء والرجال الفلسطينيون هم من يجب أن يحظوا بالحماية بتحرك المجلس الآن. فبوقف لإطلاق النار يمكن أن نعطي فرصة للحياة لقرار 2712 وقرار 2720، يمكن أن نعطيهما فرصة للتنفيذ ولدخول المساعدات الإنسانية للملايين الذين هم في أمس الحاجة، وللأونروا ووكالات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة المنقذة للأرواح، وفرصة لجهودنا الجماعية لرسم مسار جديد للعدالة والسلام. وطالما عجز المجلس عن المطالبة بوقف إطلاق النار سيعتبر ليس فقط أنه مقصر في حقوقه، ولكنه يمكن من ارتكاب أفظع الجرائم التي نشهدها في هذه الأيام في غزة. الرسالة التي يوجهها حق النقد هذا أو التصويت بحق النقد هذا لإسرائيل هو أن بإمكانها أن تفلت رغم ارتكابها لجريمة قتل. لن نسمح بهذا، لن حق النقد هذا والتصويت النقد هذا لن يحل إسرائيل من مسؤوليتها ولا من يحميها، ليس هنا في مجلس الأمن ولا في محكمة العدل الدولية وليس في أي مكان آخر في العالم. حتى وإن واصل المجلس التهاون في مسؤولياته والسماح لأن يقف الفيتو أمامها ويعوقها مرارا وتكرارا، الأجهزة الأخرى في المنظومة الدولية تنهض بمسؤولياتها، وفي يوم من الأيام
لن ينظر إلى أطفال فلسطين على أنهم تهديد ديموغرافي، بل سينظر إليهم كأطفال لهم الحق في الحياة وتحقيق أمالهم وأحلامهم. شكرا حضرة الرئيس، أشكره. تابعنا مشاهدينا الكرام هذه الكلمة لمندوب دولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي، والذي أظهر فيها الأسف والامتعاض من الفيتو الأمريكي على قرار أو على دعوة من مندوب الجزائر ودولة الجزائر لإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات بشكل كبير. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق الفيتو مرة أخرى لوقف هذا القرار، وقالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمم المتحدة أن طرح القرار الجزائري الخاص بوقف إطلاق النار في غزة في هذا الوقت هو غير مناسب، لأنه من شأن إطالة أمد الصراع ومدة أسر الرهائن. وأضافت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن لدى بلادها مشروع قرار آخر ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يتماشى مع ما تراه واشنطن. ومنذ قليل أذعنا كلمة مندوب دولة الجزائر التي يتحدث فيها عن المجموعة العربية وعن هذا القرار وعن أسفه أيضا لما فعلته الولايات المتحدة من استخدام حق النقض الفيتو لإيقاف هذا القرار. مصر أيضا أعربت في بيان لوزارة الخارجية، أعربت عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن الدولي مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد المشروع الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية. جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكرت فيه مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة بمناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة. وكما تابعنا وهذا أيضا ما قاله يعني مندوب فلسطين منذ قليل، كما سمعناه منذ قليل يتحدث عن رعونة هذا القرار وأن الولايات المتحدة الأمريكية بذلك تعطي الخط الأخضر لإسرائيل للاستمرار في مجازرها ضد الفلسطينيين، ورغم أنه جاء من لاهاي منذ ساعات يعني التي تستمع فيها أو تستخدم ضد إسرائيل في دعوة جديدة من جنوب إفريقيا ومجموعة من الدول الأخرى لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأرض الفلسطينية، فإنه يقول إن الولايات المتحدة بذلك فإنها تعطي أو تساعد إسرائيل على أن تكون تستمر في إبادتها الجماعية للفلسطينيين، وأن فلسطين كدولة لن تقف مكتوفة الأيدي وأنها تحاول بشتى الطرق حماية شعبها. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت اليوم حق النقض المعروف بالفيتو للمرة الثالثة ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. ومن مجلس الأمن أيضا ننتقل إلى لاهاي، حيث قال ممثل جنوب إفريقيا إن نظام الفصل العنصري الذي تطبقه إسرائيل بحق الفلسطينيين هو أسوأ بكثير من ذلك الذي عانت منه جنوب إفريقيا في الماضي. جاء ذلك في مستهل جلسة الاستماع العلنية اليوم أمام محكمة العدل الدولية، حيث أدان ممثل جنوب إفريقيا حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين متجاوزا كل الأعراف والقوانين الدولية.
وشدد على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مؤكدا ضرورة تفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتنفيذ حل الدولتين بوصفه هو الحل الدائم للصراع في الشرق الأوسط. مشاهدينا الكرام، كانت هذه تغطية سريعة لكلمة مندوب فلسطين في مجلس الأمن، وقبلها كلمة مندوب الجزائر الذي قدمت بلاده دعوة بإيقاف الحرب في غزة، وقف فوري لإيقاف الحرب في غزة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيدو للمرة الثالثة. طبعا تغطياتنا مستمرة حول هذا الحدث تحديدا وأحداث أخرى مرتبطة كلها بغزة. دائما ابقوا معنا على قناتكم، قناة النيل الأخبار.